معنا في ويمبلدن للتعرف على كيفية استخدام تقنية المعلومات لتحسين أداء اللاعبين. أما أنا فسأحدثكم عن تطبيقات خرائط خاصة بالمعوقين. أنا أعرفكم على تكنولوجيا مبتكرة تجعل منكم أمثال موزارت بخطوات. تعمل شركة IBM منذ سنوات على تطوير تطبيقات لتحليل البيانات الخاصة بالمباريات. أنا هنا في ويمبلدن اليوم للالتقاء بمسؤولين في شركة IBM للتعرف على تفاصيل هذه المشروعات. أنا هنا في الغرفة التابعة لـ IBM لتحليل البيانات في ويمبلدن. معي هنا مارك. هاي مارك. هاي. هل يمكن أن تشرحنا كيف تعملون في هذه الغرفة؟ So this is IBM's operations room. هذه هي غرفة العمليات التابعة لشركة IBM. إنها المركز العصبي لعمليات جمع البيانات هنا في ويمبلدن. يتواجد في ملعب التنس الآن أشخاص قمنا بتدريبهم لرصد بيانات مباراة نهائية السيدات ونقل تفاصيل كل نقطة في هذه المباراة. حالياً هناك 3 أشخاص يقومون بجمع البيانات في صالة المباراة، فيما يتواجد شخص احتياطي هنا يقوم بإدخال نقاط المباراة من هذه الغرفة. يقوم هؤلاء بجمع حوالي 50 نوعاً من البيانات حول كل نقطة من نقاط المباراة، ونحن نقوم بتوفير تلك البيانات لمشاهدي المباريات ومعلقي المحطات التلفزيونية. كيف يمكن استخدام هذه التطبيقات؟ So on this screen here we're previewing. في هذه الشاشة نحن نقوم بمراقبة كافة زوايا اللقطات الحية المتاحة لبي بي سي في تغطية ويمبلدون. لدينا 17 نوع من الرسوم البيانية المصممة بطريقة ثلاثية الأبعاد، وهي رسوم قامت IBM بتصميمها. نقوم أيضا بتوفير خبير في لعبة التنس لشبكة بي بي سي ليقوم باقتراح البيانات المناسبة للاستخدام في كل مرحلة من مراحل المباريات لتحسين مستوى التغطية العالمية. هذا ما نوفره للمشاهدين العاديين. أما ما يخص المعلقين والعاملين في الصحافة فلدينا نظام اسمه WIS أو نظام المعلومات في ويمبلدون، وهو يوفر معلومات آلية. فإذا كانت تقوم بالتعليق على المباراة بشكل آلي فإن البيانات التي تراها هنا هي مرتبطة بحروف أبجدية تمثل الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد التي أشرنا إليها سابقا. فإذا رأيت على الشاشة رسما بيانيا فستجد أمامه حرفا أبجديا يرشدك على التعليق المناسب لذلك الرسم البياني. النظام يوفر بيانات أخرى أيضا. هنا مثلا اللاعبون الذين قاموا بأسرع ضربة بداية أو من شاركوا في أطول مباراة، وهذه معلومات تتراكم عبر السنوات. قمنا ببناء قاعدة بيانات يمكن البحث فيها، وهي معلومات جمعنا بياناتها في IBM ومعلومات أخرى أقدم تعود لأول بطولة في ويمبلدون أقيمت عام 1877. الجديد هذا العام هو ما نسميه IBM Second Sight، وهو نظام يرصد حركة اللاعبين في الملعب الرئيسي. هذا النظام نحن في مرحلة تجريبية الآن منه، وقمنا بتثبيت 4 كاميرات في سقف الملعب، كل كاميرا بحجم علبة مشروبات غازية. هذه تقوم بمراقبة نهائي السيدات الذي يجري حاليا، وهي تقوم بتسجيل المدى الذي تتحرك فيه اللاعبات والسرعة التي يتحركن بها. نستطيع مشاهدة مسار حركة اللاعبات، ونستطيع أيضا الحصول على بيانات حول سرعة حركتهن والمسافة التي يقطعنها أيضا خلال هذه المباراة، ونستطيع أيضا التعرف على الأماكن التي يتواجدن فيها بشكل أكبر خلال المباراة. اللون الأحمر هنا يعني أن هذه اللاعبة أمضت وقتا أطول في تلك النقطة، واللون الأصفر هي لأماكن تقضي فيها اللاعبة وقتا أقل. Been playing some heavy baseline play and some net play as well.
تدير IBM من هذه الغرفة موقع wimbledon.com. نحن هنا نلتقي بديفيد ليشرح لنا كيف يتم ذلك. نحن نقوم بنشاط كبير على الموقع خلال بطولة هذا العام. قمنا بإعادة تصميم الموقع بإبراز صور ملتقطة من البطولة على واجهة الموقع، وترتبط هذه الصور بما يجري وقت الزيارة. الأمر المثير هذا العام هو IBM Slam Tracker، وهو يقدم بيانات تفصيلية عن المباريات. هذا مثلاً نهائي السيدات الذي يقام حالياً. نحن نوفر بيانات إضافية مثل ما نسميه مؤشر الأداء، وهو يقوم بقياس أداء اللاعبين نقطة بنقطة، ويبني قياساً للأداء ويحوله لرسم بياني. الأمر الأخير هو نظام بيانات المباريات السابقة، وهو يضم بيانات عن المباريات التي أقيمت خلال السنوات السبع الماضية، وهو يجمع 39 مليون معلومة و15 نوعاً من البيانات لكل واحدة منها. نقوم بتصنيف البيانات تحت ثلاثة معايير للأداء يجب على اللاعب تلبيتها لرفع حظوظه بالفوز. في هذه المباراة مثلاً ترى أن سيرينا ويليامز تفوقت في معيارين على خصمتها. ننظر هنا لتاريخ كل لاعب، ونقوم أيضاً بمقارنة طريقة لعب كل متبار من خلال بيانات تاريخية، وهي تساعدنا على تحديد معايير الفوز. البيانات تأتينا بشكل آني من المراقبين في الملعب، ونحن نقوم بمراقبة أداء اللاعبين وفقاً لهذه المعايير الثلاثة. هل تتوفر هذه المعلومات للجمهور العام على شبكة الإنترنت؟ نعم، هذه البيانات متوافرة للجمهور العام، فهي على موقع wimbledon.com، كما نوفرها لمحطات التلفزيون الرئيسية التي نتعامل معها، وهي توفرها على مواقعها على الإنترنت. كم عدد زوار هذا الموقع حتى الآن؟ هذا العام قام متصفح موقع wimbledon.com بزيارة 372 مليون صفحة عبر نحو 50 مليون زيارة للموقع، قام بها حوالي 15 مليون زائر أو أكثر بقليل. قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إن النسخة الجديدة من نظام ويندوز والمسمات ويندوز 8 ستطرح في الأسواق في نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. وقال ستيف بالمر إن مايكروسوفت ستحارب على جميع الجبهات في الصراع مع شركة أبل، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت مايكروسوفت تعتزم تصنيع هاتف ذكي خاص بها. ما زال بإمكان سامسونج بيع الكمبيوتر اللوحي جالكسي تاب في السوق البريطانية. هذا ما حكم به قاض بريطاني في دعوى رفعتها شركة أبل ضد شركة سامسونج تدعي أن جالكسي تاب يشبه الآيباد. القاضي يرى أن المستهلكين لن ينخدعوا عند شراء أحد الجهازين، فتصميم جالكسي تاب كما يقول أقل جاذبية من جهاز الآيباد. قريباً قد تنتقل ألعاب الهواتف الذكية من الشاشة الصغيرة لتلك الأجهزة إلى شاشة التلفاز. قد يحدث هذا بفضل جهاز ألعاب أويا الذي يحاول مطوروه جمع تبرعات للبدء بالمشروع. الجهاز سيعمل بنظام أندرويد وسيكون معززاً بمعالج نيفيديا 3 الثنائي وذاكرة تقدر بواحد جيجا ووصلة HDMI USB وأداة تحكم لاسلكي. فاز مشروع لطلبة أوكرانيين بكأس مسابقة مايكروسوفت للإبداع المقامة في مدينة سيدني الأسترالية. المشروع الفائز سيكون مفيداً لمن يعانون مشكلات في السمع. اتصمم الطلبة الفائزون قفازات معززة ب 15 مستشعر إلكتروني تحول حركات اليد إلى بيانات، ثم ترسلها إلى هاتف ذكي فيه تطبيق يترجم تلك الحركات إلى كلمات يقرأها التطبيق بصوت إلكتروني. طبعا
تعتبر لندن من المدن التي تقدم تسهيلات كثيرة للمعوقين، إلا أن بعضهم لا زال يواجه بعض المصاعب. آن تايلر هي إحدى هؤلاء، وستخبرنا اليوم عن تطبيقات الهواتف النقالة التي تستخدمها لمساعدتها. I'm right, thank you. Come in. Thank you. Can we go in? Yeah, come in. There you are. Anne, ما هي التطبيقات التي تستخدمينها أثناء التنقل في حياتك اليومية؟ It's a wheel map. أود التحدث عن تطبيقي ويل ماب وأكشن فور أكسس. التطبيق الأول ممتع فعلاً لأنه بإمكانك البحث عن أماكن معينة وإيجاد الطريقة الأمثل للوصول إليها. إذا كنت على كرسي متحرك وتريدين الذهاب إلى مكان ما ولا يمكنك دخوله، فليس بوسعك فعل شيء حيال ذلك، وهو أمر صعب. وفي حالة كهذه يمكنك استخدام التطبيق للبحث عن المكان مسبقاً والتحقق من إمكانيات الوصول إليه، وإذا أعجبك المكان تضيفينه إلى خارطة التطبيق. آن، لكن قبل استخدام هذه التطبيقات، هل كان هناك تقنيات معينة تعتمدين عليها لمساعدتك على التنقل؟ I've been using the computer. كنت أستخدم جهاز الكمبيوتر للبحث عن الأماكن ورؤية تصنيفها، ولكن الكثير من تلك المحلات كانوا يعلنون على موقعهم أنه من الممكن الوصول إليهم، ولكن ما إن تصلي هناك حتى تفاجئي أن ذلك غير صحيح. وحدث هذا معي مرة في أحد الأندية الرياضية، ولكن المعلومات التي تقدمها التطبيقات يمكن أن تساعد الكثير من الناس. That is going to help an awful lot of people. هل يمكن أن نجرب هذا التطبيق؟ يمكن أن تختاري أي مكان تذهبين إليه عادة في هذه المنطقة، وسنجربه باستخدام هذه الخريطة ونرى إذا كان فعلا صديقا للمعوقين أو لا. نعم، لنذهب ونجرب. I'm just going to the wheel map. سوف أفتح تطبيق الويل ماب، حيث يمكنك أن تجدي كثيرا من الأبواب المتعلقة بسهولة التنقل في أماكن قد تكون قريبة لمكان سكنك. مثلاً، هو يخبرني كيف أصل من منزلي إلى الكنيسة المعمدانية في منطقة بالمز جرين، لكنني أود الذهاب إلى مركز الغذاء التركي الموجود في نهاية الشارع، وهو يظهر على الخريطة أيضاً. أريد أن أذهب وأرى فيما إن كان من السهل دخوله. Shall we go? Yeah. This is the church that is advertised. هذه هي الكنيسة المعمدانية التي رأيناها على الخريطة منذ قليل، لكنني لا أعرف ما هو تصنيفها من حيث التسهيلات المقدمة للمعوقين. يمكننا أن نتحقق. نعم. Accessibility unknown. إذن يقول البرنامج أنه لم يتم التحقق فيما إذا كانت صديقة للمعوقين أم لا. But as you can see, كما ترين هنا، هناك عتبة كبيرة جدا بحيث لا يمكنك دخولها على كرسي متحرك، كما أن الباب ضيق للغاية. لقد أتيت إلى هنا من قبل ولم يكن لديهم ممر منحدر يساعدني على دخول الكنيسة. لذلك أود أن أغير تصنيف الكنيسة على الخارطة. يمكننا فعل ذلك الآن. إذن بدلاً من هذه العبارة سأكتب أنها غير متاحة للمعوقين، ما يعني أنه لا يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الدخول إلى الكنيسة. سأحفظ التعديل وبالتالي تم تغيير التصنيف. إذن سنتابع طريقنا الآن إلى المخزن التركي لنرى فيما إذا كان هو أيضاً لديه تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة أم لا. وصلنا الآن إلى المخزن التركي الذي كنا تتبعناه على الخارطة، وستخبرنا آن الآن فيما إذا كان بإمكانها التنقل بسهولة في هذا المكان. كما ترين، يمكنك الدخول بسهولة. المداخل عريضة للغاية، ومعظم ما تحتاجينه يقع على مستوى منخفض، حيث يمكنك التسوق بسهولة أو طلب مساعدة عندما تحتاجين. سأعود مرة أخرى إلى هنا بالتأكيد. انظري إلى هذا، لا يمكن لكرسي متحرك الدخول إلى هنا لأن المساحة ضيقة للغاية. هل تستخدمين تطبيقات أخرى لتقييم أماكن كهذه؟ أود الذهاب إلى تطبيق آخر يدعى Action for Access وأجيب على الأسئلة المتعلقة بهذا المكان. إذن
نضع بداية عنوان المخزن ونبدأ بالإجابة على الأسئلة. هل يوجد مواقف سيارات؟ نعم. هل يوجد باب أوتوماتيكي؟ نعم. هل له مدخل أرضي؟ نعم. الآن بعد أن ملأت الاستمارة، كل ما علي فعله هو إدخال عنوان بريدي الإلكتروني وإرسال الأجوبة إلى الموقع. لقد انتهينا. أيوة. قد تختلف دقة هذا التطبيق بين مكان وآخر، لكنه لا شك يبقى أحد الخيارات أمام المعوقين لمشاركة آرائهم مع غيرهم والتفاعل أيضا. شكرا جزيلا آن. مرحبا بكم في فقرة تيك جواب، هذه الفقرة التي نجيب فيها على الأسئلة والمقترحات التي تردنا في صفحة البرنامج على الفيسبوك وفي بريد البرنامج الإلكتروني. كنا قد سألناكم قبل قليل عن الأفكار التي تودون مشاهدتها في تقارير في برنامج فورتيك. طلب منا يحيى من المغرب تقريرا عن الشبكات، ويقول يحيى: نتمنى منكم زيارة شركة سيسكو سيستمز أو أي من الشركات الكبرى في مجال الشبكات، شبكات المعلومات، والحديث عن آخر ما توصلت إليه هذه التقنية. شكرا لك يا يحيى على هذا الاقتراح، ونعدك بأن نقدم تقريرا عن الشبكات في القريب إن شاء الله. عمر كذلك يسأل عن كيفية إعداد وتصوير حلقات برنامج فورتيك. بالفعل يا عمر نعدك أن نقدم تقريرا عن هذا الموضوع أيضا، وكنا قد وضعنا بعض الصور في مرحلة الإنتاج ومرحلة التصوير، نضعها دائما على صفحة الفيسبوك، فتابعنا في الصفحة حتى نقوم بإعداد التقرير عن كيفية إعداد تقارير برنامج الفورتيك. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات نرجو إرسالها إلى بريد البرنامج الإلكتروني fortik@bbc.co.uk وإلى صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/bbcfortik. كما لا تنسوا متابعتنا على موقع تويتر @bbc_fortik. إلى اللقاء. لم تعد هناك حاجة إلى عبقرية لابتكار الألحان، فمجموعة من الباحثين في جامعة إمبيريال كوليدج طورت برنامج داروين تيون للارتقاء بالموسيقى على طريقة داروين. تعالوا معي لنتعرف على الدكتور بوب ماكلم الذي عمل على هذا المشروع. بوب، لماذا داروين تيونز وكيف بدأ المشروع؟ في هذا المشروع المثير نحاول معرفة كيف يكون دور المستهلك أو المستمع فاعلاً في صناعة الموسيقى. انتبهنا منذ سنوات بأن مبدأ النشوء والارتقاء أو الآلية الداروينية للانتقاء الطبيعي تنطبق على الثقافة أيضاً. بدأنا بحصر 100 معزوفة موسيقية يحتفظ الكمبيوتر بها، ثم تبث الألحان على الجمهور عبر مشغل إذاعي على الإنترنت ليستمع المستخدمون، فإذا أعجبتهم مقطوعة يعطونها علامة عالية أو يعطونها علامة منخفضة إذا لم تعجبهم. المقطوعة التي تحصل على علامات عالية تعيش، وتلك التي تحصل على علامات متدنية تفنى. الناجية منها تتزاوج وتتنازل فتنجب مقطوعات موسيقية عبر اختلاط خصائصها الوراثية التي تحملها صغار المعزوفات. هؤلاء الصغار يختلفون قليلاً عن أهلهم. تبث المعزوفات الجديدة على الجمهور، يعيدون تسجيل العلامات لها. يستمر هذا المسار على أن يكون هناك دائماً 100 مقطوعة موسيقية تدور باستمرار، ويتم انتخاب الأفضل منها طيلة الوقت. لا يهمنا أن يكون المصوت محترفاً، ليس مطلوباً أن يكون موسيقياً، بل ما يهمنا هو معرفة حكم غير أصحاب الاختصاص. النتيجة المثيرة للاهتمام هو أنه يمكن إنتاج موسيقى جيدة جداً دون وجود أي ملحن موسيقي يعمل في الخفاء. نرى نتيجة تناسل المقطوعات بعد 10 ساعات من التحول. بدأت المشروع عام 2005، ثم تشاركت مع الدكتور أغمون لغوا ورحنا نسأل الأسئلة الأكبر عن تطور الثقافة في البراري. نحن نحاكي ذلك عبر الكمبيوتر. صنعنا النظام الخاص بنا مستخدمين ما يعرف بالبرنامج الوراثي للتصميم الإلكتروني، ووضعنا شفرة المصدر على الإنترنت حتى يتمكن أي كان من استخدامها لتصميم برنامجه الخاص. لكن من الأسهل زيارة موقعنا على الإنترنت والمشاركة في اختبارنا. لنذهب ونرى جين، وقد كانت واحدة من الطلاب الذين عملوا على المشروع منذ عام 2009. شكرا.
الروتينز. So what I'm going to do now is I'm going to show you what we did when we first had to do Darwin tunes, the Darwin tunes experiment. ما سأفعله الآن هو أنني سأريك كيف اختبرنا داروين تيونز منذ البداية. نذهب إلى الموقع الإلكتروني، نختار شارك، تظهر هذه الصفحة وبها خيارات للتصويت للمقطوعة. What we use to give our votes to the music. So we have the choice. I love it. لدينا أحبها، تعجبني، لا بأس بها، لا تعجبني. التصويت بتعجبني يجعل حظوظ هذا الضجيج الذي نسمعه عالية، فيعود من جديد ليظهر بشكل ما في مقطوعات أخرى، حتى وإن لم تأتي معا في المقطوعة نفسها. إذا نقرت على خيار لا تعجبني وفعل مثلي آخرون، ستتراجع حظوظ ظهور هذا الضجيج في معزوفات جديدة. ما أفعله عندما أرغب في الاستماع إلى الموسيقى هو أنني أنقر هنا لأتصل بالمشغل الصوتي المباشر، تظهر هذه الإشارة وأستمع إلى الموسيقى. هذه المعزوفة رقم 18 وهي تعجبني فعلا، سأصوت إجابا، وتسجيل البرنامج لإعجابي لها ربما يضعها ضمن الجيل الثاني الذي سيتأهل للتكاثر إذا حصل أيضا على أصوات أشخاص آخرين. Liked by lots of other people as well. So actually what happened is there's always 100. هناك 100 معزوفة في كل مرة، حتى لو استمعنا إلى 200، العدد الكلي للبشرية الموسيقية هو 100. يتم اختيار الأجمل منها للتكاثر والتطور. العشرة الأوائل هي التي ترتقي إلى الجيل اللاحق لتضع 20 طفلا للجيل التالي. كل فرد ناجح يضع معزوفتين وكل ثنائي يضع 4 أطفال، فأنت بحاجة إلى 2 لتخرجين بسلالة جديدة، وكل منها تدخل في عملية إنجاب 4 أخرى. كجيل وفقاً للمصطلحات البشرية يموت الوالدان بعد الوضع، ولا دور لهم في الجيل اللاحق، فقط الأطفال يفعلون. نبدأ مع موقع ionsinema.net. عين على السينما كما يعرف نفسه هو موقع سينمائي أنشأته شركة تأسست خصيصاً لإنتاج الأفلام الوثائقية والروائية المستقلة ودعم التجارب السينمائية الشابة في الفيلم الروائي. يهدف الموقع إلى تقريب الصلة بين النقد السينمائي ونقد الفنون والآداب المختلفة في الدول العربية. تحتوي الصفحة الأولى للموقع على وصلات لعدة أبواب بينها قسم للأفلام العربية، وتحوي قراءات نقدية معمقة لتلك الأفلام، كما يضم الموقع قسماً آخر للأفلام الأجنبية، فيما يغطي أيضاً أخبار المهرجانات السينمائية العربية ونتائج مسابقاتها. الموقع الثاني هو موقع snagfilms.com، وهو متخصص في نشر الأفلام الوثائقية، وقد نجح حتى الآن في بناء قاعدة تحوي على 3000 فيلم قصير أنتجها أشخاص أو شركات مستقلة. الموقع يصنف الأفلام القصيرة ضمن فئات منها الرياضة والفنون والموسيقى والدراما وأفلام المهرجانات وغيرها. يعتبر الموقع بين أسرع المواقع نمواً في العاصمة الأمريكية واشنطن، واعتبر محللون البرنامج الخاص بالموقع على جهاز آيباد على أنه الأفضل، فيما اعتبره موقع مجلة موفي ميكرز ضمن أفضل 50 موقعاً لخدمة صانعي الأفلام. أترككم الآن مع هذا المقطع من موقع يوتيوب.